السلام عليكم، جيسبر كي فوز علي بيان، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو ليكم وحشه كبيره وتاتي رياح بما تشتهي السفن هذه المره. جيتكم من المكان العمل تاعي الجديد. وش نعمل وش ندير وش هادو ما دوك نقوله لكم مع مرور الفيديو. كما قلت لكم البنات، كنا متفاهمين مع بعضنا باش نولو توجور نحط لكم لي فيديو اجور، يعني 2-3 جور نحط فيديو، 2-3 يعني في لا سيمان نحط 2-3 فيديو. وكنت عند وعدي، حطيت لكم كل شيء. ابخي كي بديت انا البارح الخدمه، كيفي لازم عليا نقلل باش نكون كونسونطري مع الخدمه ديالي. واش راني نخدم العام اللي فات؟ كيما شفتو كنت نقري في ليكول اونغلي. وهذا العام ما حبيتش نكمل مع هذاك ليكول، ماشي ما حبيتش، يعني حبيت نبدل المسلك. بالعكس، يعني دائما يقعد التعليم من المهن المميزه في حياه الانسان، يعني اذا كان عنده فرصه باش يدخل سلك التعليم غير يدخل، بيسك علاش كاد المعلم ان يكون رسولا، رفعت الاقلام وغلقت الكتب. فوالا، مي مع الاسف ليكول اللي كنت فيه ما كنتش ممنونه جدا. سي بوغ سا اللي حبيت نبدل المسلك، ورحت المسلك كيما نقولوا مغير كامل. جامي درتو هو عنده علاقه مع الدراسه تاعي. خلولي كامل في لي كومونتير قبل ما نقول لكم شاني نخدم، تخمينات تاعكم والزهو راهي تخدم. عنده شويه علاقه مع القرايه تاعي، انا قريت مانجمنت، اداره اعمال ونظم الاعلام في الجزائر، في جامعه الجزائر 3 بدال ابراهيم، والماستر تاعي تما تانيك درتو تماتيك. برك يا اخي على بالكم الماستر، فتحوا لنا الفرع تاع الاقتصاد في اليونيفرسيتي القديمه تاع بن عكنون. المهم البنات، راني نخدم بريسك في الدومين ديالي، عفسه تاع كوميرس هكذا، مي شويه مختلفه، يعني شويه مختلفه. تقدروا تقولوا راح تقولوا لي زهو راكي متناقضه في الحكي تاعك، مي هي منها تشبه للدومين اللي قريته، منها شويه مختلفه. فوالا، كيما تعرفون خدمت في لابونك في الجزائر، خدمت عامين، كنت نقرا كي كنت نحضر للماستر. و سي بوغ سا لي هاد الخدمه اللي راني فيها دوكا شغل جات قريبه بزاف مني، وحبيت ناخذ تجربه، ناخذ معلومات جدد، ناخذ تجربه. يعني انا شوفوا الهدف تاعي من هاد العمل اني ناخذ تجربه ونبعد على الدار. بيسك ما نكذبش عليكم، في الدار توجور تلقاي روحك غير مبرونشيه مع الخدمه، مع الشغل تاع الدار، مع سورتو انا شوي مانياك. سي بوغ سا. المهم البنات، بالنسبه للجاليه الجزائريه ولا الجاليه العربيه ككل الموجوده في انقره، نقول لكم مرحبا بكم عندنا، راح نعاونوكم في في مقر السكن. يعني الشيء اللي نخدم فيه عنده علاقه بالمقر السكن، يعني على بالي كم تكونوا خمنتوها. نعم، وهي اجنس ايموبيليير، وكالة عقارية. نخدم في بالتركية يقولوا املاكتشي، ملك املاك اسمه اللوفيس تاعنا. هما تاني فتحوا جدد، ما عندهمش ميم با 15 جوغ ولا هذاك الحوالي. وانايا بديت البارح، يعني بديت بالجمعة، اليوم السبت. بديت الحمد لله. حاجه برك وحده في هذا المسلك، انه الخدمه تاعهم تكون بزاف بالسبت والحد، تسمى ما يعطوكش ويكاند. الداي اوف تاعك تديه في لا سيمان، يعني تديه بالتنين، ثلاثه الاربعاء الخميس الجمعه، تخيري نهار من هذو النهارات وتديه فيهم. سي بوغ سا والسبت والحد تخدمي، الخدمه تكون بزاف في الوكالات العقاريه، تكون الخدمه بزاف في الاخر، سمولي في الهفته سونو في الويكاند. فوالا البنات، بدون اطاله عليكم، ارواحوا
نوريكم الاوفيس. الاوفيس مازال ما كملناه زعما هكا 100%، مازال ما خلاص كامل، مازال فيه تعديلات ايتو، مي بور لانستون نوريكم. دوك هذه الخرجه راهي غير هنا مور هاد الباتيمون، ماشي بعيد تما نخدم قدام داري. ها هو لوغو ديالنا املاك ملك انكارا، فوالا. وكي ندير لي كارت فيزيت، كي نديرو لي كارت فيزيت البنات راح نوريكم. هادي الدخله، هذا لوفيس ديالي، وهذا لوفيس تاع لي دو باترون، فوالا هكذاك. وهذا اصلا نقص الموسيقى وين حبسنا البنات. وهنايا كيما نقولوا لو صالون لي يقعدوا فيه لي كليون ايتو، قاعه الانتظار. فوالا، ومازال ما كملنا البنات، قلت لكم لوفيس تاعي هذا هو. ثاني مازال ما جبت لي تروك تاعي، النواور الشوب ديالي، دا البروغرام تاع اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، دائما ما تخطينيش البروغرام تاع اليوم. واش عندنا الفوقه هادو البنات؟ الفوقه راح تكون لوفيس تاع الكون باترون الفوق، والتحت عندنا المطبخ. هادو ان شاء الله البنات كامل راح نبارطاجيهم معاكم كي نسقمو ايتو، راح نبارطاجي معاكم زعما راح نسقم داري. تعرفونا احنا نحبوا نخدموا من القلب. فوالا البنات، بوغ لانستون الحمد لله راه عاجبني الحال. انا علاش درت هذا الفيديو؟ باش نعرفكم بالعمل تاعي الجديد. انا هنا عملي كسكرتير، كانوا عندي زوج فرص. فرص انك تكوني مع الجروب اللي يخرجوا، شغل اللي تروحوا تشوفوا الديار، تروحوا تشوفوا الترابات، تروحوا تشوفوا العقار ككل، وتروحوا تنيغوسيو مع لي كليون، مع اصحاب العقارات وكل شيء. وكان عندي منصب اخر اللي هو السكرتاريا. انا خيرت السكرتاريا علاش؟ باسكو السكرتاريا ما تخرجيش بزاف، شغل تقعدي صوف اذا كان حاجه كا اورجون اللي تخرجي فيه. زعما نقولوا كامل راهم الجروب تاعنا عم يتكون من خمسة، هادو الجروب راهم كامل برا، وتي جاك مشتري ولازم تروحي توري له دار ولا توري له عفسه تخرجي معاه. ابار سا راكي قاعده في البيرو تاخدي المواعيد، تستقبلي الزبائن، تتكلمي معاهم، تعطيهم العروض اللي راهم عندك، تسمعي منهم هما واش راهم حابين، الطلب تاعهم، وتقدمي لهم العرض. فوالا، تردي على التليفون وهدية. والحاجه المميزه انها قدام داري، ادعوا لي ان شاء الله يا ربي يوفقني ويكمل لي فيها ان شاء الله. قلت لكم حاجه وحيده برك لي شويه محزنتني، هي بنتي، بيسك بنتي تقعد بالويكاند سبت وحد، وانا نخدم سبت وحد. كيما نقولوا الحد يقعد معها باباها ما يخدمش، بصح السبت تشدها لي ما كوبين مفيدة كتر خيرها. ادعوا لها تاني ربي ان شاء الله يقدرها ويعطيها الصحه والعافيه، معاونتني بزاف والله العظيم. المهم هذه هي البنات، غاستي برونشي باش نوري لكم دوك عباك واش نولي ندير لكم. ندير لكم شويه هكا روتين الصباح كي نجي نخدم، ونولي ندير لكم العشيه كيفاش نقدر ننظم وقتي وننظم حالتي في الدار، كيفاش ندير ياخد عبالكم. والحاجه هنايا اللي ماشي مليحه في هذا المسلك، انك تخدمي دي على 9 تكملي الخدمه على 7، بيسك علاش هذوك الزوج سوايع اللي بعد الخمسه بالنسبه لينا حنا هنا مهمه جدا. علاش؟ لانه نخدموا كما يقولوا في الوسمو، نخدموا في الساعات اللي ما يكون الساعات اللي ما يخدموش فيها الناس الاخرين، اللي يكونوا فيها اللي يبغى باش يجوا، لاخاطش يجي يحوس على دار ولا يحوس على اي شيء، يجيك في الساعات اللي ما يخدمش فيهم، ايبا لازم انت تكوني فاتحه. المهم البنات، غاستي برونشي، انا نكمل خدمتي باسكو عندي شويه خدمه، ابخي كي نروح العشيه ان شاء الله ندير لكم روتين تاعي كيفاش نديرو، كيفاش ننظم وقتي على اساس ام عامله. قلت لكم هذا هو، خرجت شويه بكري نص ساعه قبل الوقت، هي نورمالمون 7، بصح كي ما يكون حتى واحد لازم تخرجي بكري. واش نقعد ندير؟ نقعد يقابلني ونقابلك عطاجي الحوت. فوالا دوكا تيك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كداها عند عمتها، ان شاء الله يكونوا كلاو تما، بس والله ماني قادره ندير حاجه من الاخر باش نصارحكم. ان شاء الله يكون كلاو تماتي، كي ما كلاوش ندير لهم شوربه برك هكا عفسه خفيفه. و واش ندير تانيك؟
لازم نروح، عندي شي حوايج نطويهم. المهم اكو معايا. فوالا عميراتي، اول حاجه اللي درتها ورحت وجدت الشوربه ديالي. الشوربه هذه اللي نقولها انا الشوربه تاع الشفاء. لوليداتكم مغذيه، تكون بلا غريب ما شاء الله. واش ديروا فيها؟ في الطنجره تاعكم تربيو سنينه الثوم مع حبه بصل مع زوج حبات جزر مع حبه بطاطا وشويه زبده وزيت، وتخلوهم يتقلاو في غردهم. لوتر كوتي تكونوا مدايرين مورسو تاع الدجاج يتغلى، الماء تاعو هذاك اللي تمرقوا به هذوك الخضر اللي كنا قليناهم، وتزيدوا شويه فلفل كحل شويه كمون شويه راس الحانوت، وتخلطوا حتى طيب معكم. الله الله. من ناحيه اخرى تروحوا هذاك الدجاج تاعكم تفتفتوه، وكي قريب طيب لاسوب تاعكم ديروا تنحوا شويه منها باش نديروا العقده. دوك نوري لكم كيفاش ديروا العقده مع بعض. البنات قلت لكم هذه الشوربه شوفوا مالغيتو تكونوا مراد تكونوا فشلانين، والله العظيم غير ما شاء الله تعطي واحد لينيرجي، وسورتو لوليداتنا. انا ميراي غير تكون بلا غريب نعطيها بها، كيما دوك راهي بلا غريب ديريكتومون من الخدمه كيما شفتوا جيت درت لها هذه الشوربه. كيما هنا راني نفتفت انا درت صدر تاع الدجاج، هي كي ديروا زعما كويس ولا جناحتين ولا صدر ولا القفز هذاك يطلق البنه بيان سور خير. مي انا كان عندي صدر تاع الدجاج، حطيت صدر تاع الدجاج بيان سور ملحتو شويه ابخير رجعتو على هذيك الشوربه. هذه الشوربه طيب فيت في فيت في ما بيسك، علاش نرابيو زروديه نرابيو البطاطا والبصل، يعني ما تحتاجش كامل وقت. ابخي البنات كي نشوفوها طابت سي بون، نحو شويه من هذاك المارق نعصروا عليه حبه قارص. ايه سيداتي حبه قارص كومبلي عصريهم ما تخافيش، ديري فيها شويه نعناع يابس وديري فيها زوج مغارف ماشي يكونوا بومبي بزاف تاع لافارين، خلطيهم الله الله في بعضهم كيما راكي تشوفي هنا سيداتي، ومرقي بهم هذيك لاسوب تاعك، وخلطي شويه بالشي اللي كتخلطي به، وخليها تكتك واحد 5 مينوت وطفي عليها، تكون حاضره ناضره. الله الله واش نقول لكم، تشربوها بالصحه ولهنا. ومام كي ديروا في المخفيه تاعكم حقكم تقدروا تزيدوا فوق السيترون والنعناع يابس، صدقوني ما شاء الله تجي واحد البنه ما تنشبعش. ومداريا نشارك معكم هذه الشوربه، واليوم حبيت نشاركها بالنسبه للامهات اللي يخدموا هكذا باش يلقاو روحهم يديروا فكره. لانها شوفوا البنات هذه الشوربه علاش راني نشكر فيها، بيسك هي منها مغذيه منها تشبع، ولا غير تشبعوا ما تحسوش كامل بالجوع، ماشي تقولوا لازم نديروا حاجه واحده اخرى معاها ولا، هذه تكفي وتوفي. المهم البنات من بعد كيف ما تعرفوا خدكم الله الله، رحت نقيت البلان دو ترافاي تاعي، غسلت هذاك الشيء اللي لازم يتغسل. هكذا لازم تكوني كي النحله يا بنتي، لازم انت والنحله تكونوا كيف كيف باش تفوتي الوقت، سينو والله ما تقدري تلحقي. انا هنايا جيت لقيت ميراي باباها رقدها تما من 5 حتى ل 9 وهي راقده شويه، ما عجبنيش البروغرام بصح كانت نعست سي بون. قال لي باباها قال لي ما قدرتش، قال لي كانت خلاص تبكيت حاشاك ما حتى درت بيبي على روحها من قوتك سي بون، بيسك والفت بالويكاند انا ميراي نرقدها هذيك زوج سوايع. وهنا كيما شفتو درت بلاسبيراتور شويه الكوزينه ومسحتها هكذا باش تكون نقيقيه كي نحطو الشوربه هذيك، وما نعياش بزاف. ابخي رحت للبالكون تاعي جبت الحويجات. يا اخي دائما نقول لكم نعطيكم طريقه للام العامله هكذا ميم لي قاعده في الدار، هادو لي زاستوس اللي ديريهم باش تحافظي على نظافه بيتك، وميم طون هي العيا فيها مي كوميم وما تحافظي على النظافه تاع البيت تاعك. هنا من بعد ابخي كي كملت الحوايج رحت نشفت، عاود شفت شويه لا بوسيير بيسك خليت الطاقه محلوله تاع الزجاج محلول تاع البالكون، قلت يا خليني نشف بيسك لا ماشين كانت تمشي باش قلت كي ننشر الحوايج نشرهم على النقا. ورحت هنا كانوا تعشاو سي بون، ناضت ميراي عد ساعة بسلامتها شربت هذيك الشوربه ديالها، زدت لعبت شويه ورقدت هكاك ال 11 باش تخلط لها البروغرام. فوالا البنات هكا كان نهارنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله نسيين عفوا نبارطاجي معاكم لو ماكسيموم تاع لي بون بلون تاع كيفاش ننظموا وقتنا بالنسبه للعمل بالنسبه لكل شيء في حياتنا اليوميه. تهلاو في روحكم، تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.